عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل الكريم يقول: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في الضوء؟ ما في مانع، لا بأس في ذلك، يجوز أن يجامع زوجته في الضوء في الظلام. أما قوله من نظر إلى زوجه في عورته خرج الولد أعور، هذا حديث موضوع باطل. اسمعوش للشغل بتاع الواتس، الله يرضى عليكم، ده واتس لئيم ابن يتيم لا عنده لا أب ولا أم، ما يغركم. هو اللي كان يبغى يكتب، كان يبغى يكتب واتس أب، يعني دبليو اتش اي تي يو بي، يعني ماذا بعد؟ أو إيش أخباركم؟ راح قام كتبها لنا كده واتس أب، يحسب أنه سيفن أب، لا ده ولا أب ولا أم، الله يرضى عليكم، انتبهوا.